كما راكم تشوفوا كل المدارس تعطيو المعنى القوية من الجانب للجانب التاريخي. فوالا هي يدخل على كل حال في إطار كل الإجراءات لكل المدارس في ما خص يعني اللغة الأمازيغية، وتنصيب الأكاديمية تدخل في هذا السياق مع الاحتفال اللي راه عندها اليوم تاع يناير ويوم نهار السبت اليوم اللي هو شوميبي، يعبر الاهتمام الكبير للدولة الجزائرية تمدها لحفاظ التراث الجزائري. لا هو الحوار دائم، وبدينا من البارح لما حطوا لو بريافي دو غريف، دونك بدينا بصفة عادية في تطبيق البروتوكول اللي هو موجود على المستوى وزارة التربية الوطنية، وبدينا من البارح مالا كل يوم غادي نتلاقاو بالنقابات اللي هي كانت دابوغ في رغبة باش تتلاقانا، وثانيا كل اللي حط يعني لو بريافي دو غريف راح نتلاقاو معاهم. إلى فصل إشهاري نتوقف عنده ثم نواصل بقية أخبارنا، ابقوا معنا. وعلاش بنا